هم نفسهم هم التجار هم المحتكرين السوق، يعني هم يتحكمون بالسوق، يعني شغله مو شغله بيض صاعد او بيض نازل، بس هم التجار نفسهم يتحكمون بالسوق، يريدوا يصعدون يريدوا ينزلون، هذا خصم الحكي. يعني تجار سامع حراميه، فيعني هو يتحكم بالسوق انه سوق البيض اريد اصعده او اريد انزله، اروح حي الجزائر كل التجار معدودين بالاسماء معروفين، هم يتحكمون بالسوق. هم ليش شنو اللي نقدر نسوي حتى ننزل سعر البيض؟ الانتاج المحلي، ادعم الانتاج المحلي. وبعدين امنع الاستيراد، امنع الاستيراد حاليا، امنع الاستيراد، لان هو المستورد يطلع اغلى من المحلي. بس امنع الاستيراد، خلي المحلي هو اللي بالسوق اسيطر على السعر. يقول لك ما عندنا اكتفاء ذاتي. عندهم اكتفاء ذاتي، عشان ما عندهم اكتفاء ذاتي. ما عندنا وين؟ المزارع الجنوب كلها مزارع مع البيض. جنوب كلها مزارع مع البيض. والله هي واحدة من الاثنين. أول شيء أي شيء ينقطع والتعويض الداخل الحكومة، المفروض تعوض البيض الداخل، مثلا البيض العراقي من انقطع البيض التركي قام يرتفع أسعار، المفروض الأسعار تصير أقل من اللي خارج، وهذا اللي صار عندنا، انه ارتفع البيض العراقي، البيض التركي يعني ممنوع. من جاء البيض التركي للداخل نزل الاسعار، ليش تكوم؟ وارتفع لانه على اساس منعت الحكومه، زي ما تمنع الحكومه غير توفر شيء بديل عنه، لازم يوفرون بديل عنه حتى يظل ابو الفقير نفسه يظل ايش ما يريد ياكل يلقي اللي يريده، ما يقطعوا من هنا وما موفرين شيء مكانه. لازم المفروض اكو اكتفاء ذاتي حتى لا ينقطع، حتى العالم لا تتعطل، حتى العالم هو بلا شيء رواتب ماكو شيء ماكو، انه بعدين يقطعون البيض وغير شيء. اللي متحكمين بها هم اللي مخربطين الحسبه كلها علينا، ما بس حسبه البيض، كثير شغلات حتى بضايعنا، حتى بضايع الموجوده البقيه. البيض هسه عبين بيه، لان هسه مثل موسم، المفروض هسه كثير، هسه ماكو وغالي، وهذا على المائده لازم يكون متوفر، لازم يكون متوفر على المائده، لانه هذا الاطفال يريدون لازم يكون موجود.